بونسوار، برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا، وبرحب بكل الأشخاص يلي ناطرين سحب الليلة الأربعة 10/10/2018. طبعا تاريخ مميز، وإن شاء الله صحباتنا الثلاثة لليلة يكونوا مميزين، وكل حدا منمر معنا يكون الحظ حليفه. حضروا شبكاتكم وخلوا عيونكم 10/10. ولكن قبل ما نبلش بدي رحب أنا وياكم بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية، والليلة موجود معنا أستاذ محمد الحاج شحادي. مساء الخير. مساء النور، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. والبداية مثل العادة مع اليومية ثلاثة. إذا كنتم تاكسين أرقامكم بمراكز لا ليبانيز دي جو أو عبر الأبليكيشن LLDJ أو عبر الويب سايت، جود لك للجميع. وأول طابة لسحب يومية ثلاثة رقم 5، طابة الثانية 4، والطابة الثالثة 4. إذن 5-4-4 هودي هن الأرقام يلي بيربحوكن لشبكة اليومية ثلاثة لليلة. مبروك لكل الأشخاص يلي متاكسين هودي الأرقام. إذا اخترتوا أنه أرقامكن يكونوا بالدور لتعرفوا قديه بتربحوا معنا، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بأربعين مرة. أما إذا اخترتوا أنه أرقامكن يكونوا حيالله، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بسبعين مرة. ومن اليومية ثلاثة بننتقل أنا وياكن لليومية أربعة وإلى المكان عن جديد. أول طابة رقم 3، طابة تانية 5، طابة تالتة 3، والطابة الرابعة 0. 3-5-3-0 هودي هن أرقام اليومية أربعة لليلة. يلي متكس هودي الأرقام مثل ما هن أو بالدور ليعرف قدي بيربح معنا، القيمة يلي دفعها بيضربها بأربعة آلاف مرة. ويلي متكس هودي الأرقام حيالله، القيمة يلي دفعها بيضربها بمية وخمسين مرة. ومن اليومية أربعة ننتقل أنا وياكن لليومية 5. شو معقول يكونوا الخمس أرقام لسحب يومية 5 لليلة؟ وأول رقم 2، يرجع 6، كمان 6، واحد، وآخر رقم 4. 2-6-6-1-4-26614 هودي هن الأرقام يلي بيربحوكن لشبكة اليومية 5 لليلة. يلي متكس هودي الأرقام مثل ما هن أو بالدور، المبلغ يلي دفعه بيضربه بأربعين ألف مرة وبيعرف قدي بيربح معنا. أما إذا كان تكس هودي الأرقام حيالله، المبلغ يلي دفعه بيضربه بثلاثمية وخمسين مرة. خلصوا صحباتنا لليلة، وهلأ ضروري نرجع نتأكد من النتائج. معك أستاذ محمد، تفضل. صحبة يومية ليوم الأربعاء 10/20/2018، سحب رقم 684. الأرقام الرابحة يومية 3-5-4-4، يومية 4-3-5-3-0، ويومية 5-2-6-6-1-4. شكرا لك محمد، ألف مبروك لكل الأشخاص يلي ربحوا معنا الليلة. أما الأشخاص يلي ما زبطت معهم نقلكن بسيطة وما تفقدوا الأمل، لأنه نحن كل ليلة من التنين للجمعة على موعد مع الربح اليومي بس عبر شاشة الـ LBCI والـ LDC على الساعة 5. وأنا بشوفكن بكرة إذا الله راد. باي باي.